لكن وصلت الآن على الجبهة اليسرى، جبلي، كرة عرضية وراسية في المرمى، جول! هدف أول لفريق أحد، هدف أول لفريق أحد، يسجل لاعب جون الزمباوي يتقدم بهدف الأول لفريق أحد من هذه الراسية المثالية. هو هذا فريق أحد يصل الآن أخيرا على عرضية مثالية لفريق أحد، هدف أول، هدف أول يتقدم فيه فريق أحد من هذه العرضية، هدف أول لفريق أحد. جون جيراتا، كرة الزيمباوي يسجل الهدف الأول لفريق أحد. شوف هذه الأرضية، هذه الأرضية وهذه الراسية اللي تسكن الشباك القيصومة بشكل رائع، كرة جبلي اللي كانت من رياج وفوسو، وفوسو عرضها بالراس إلى توكارا، إلى هذا المدافع جون تاكورا الزيمباوي، يسجل هدف الأول لفريق أحد في الدقيقة 26. هدف أول، هدف تقدم لفريق أحد. الله على احتفالية للزيمباوي. كرة اللعب الآن شام القحطاني باليسار، سدد أرضية سهلة في المرمى، جول! خطأ كبير من سالم قبوس، ما هم صدق على هذا الهدف، على هذه اللقطة وعلى هذا الخطأ. يا ساتر، هدف العودة لفريق القيصومة، هدف العودة لفريق القيصومة. كشيم القحطاني يلعب كورة سحرية، هدف سحري، هدف غريب وعجيب من أقدام حارس المرمى سالم قبوس. الله عليك يا كشيم، هدف غريب، فاجأ الجميع. شوف التسديدة الضعيفة، تسديدة ضعيفة ضعيفة ضعيفة، فلتت من سالم قبوس، خطف فادح. كرة القدم تجازي وتصعب الأمور على فريق أحد. شوفها لن يا سالم قبوس، هدف جميل وهدف عودة لفريق القيصومة. والله أتوقع الدقائق القادمة نشاهد هدف قاتل لأي